لكسي. الله يلعنك. وقف تاكسي. اتركني روح عدنان. لا تعب حالك على الفاضي. انت لوين بدك توصيل؟ اللي لعيمتا رح تضل حابسني هيك لحتى اتاكد انك ما تحكي اللي بتعرفه لحدا. ما رح تستفيد شي، ما رح يتحقق حلمك. اللي عملته انا بجمال هلا عم ادفع ثمنه. اخي مات بسببي، وكل شي كان يملكه صار لألي. القوة، المقام، حتى الاحترام، بس فجأة طاروا من إيدي وخسرت كل شي. حتى أني خسرت حالي. لا تغلط وتعمل مثلي يا عدنان. لسه عندكم فرصة، فيك تاخد بهية وتهربوا من البلد. ما فيني، مستحيل اقدر اتراجع. حاصل لي شيء؟ ناخذك على المشفى يا خانوم. خير ان شاء الله. اتركوني. على مهلك، على مهلك. انا منيحه. اذا بناخذها على المشفى انا منيحه. خلص يا جماعه. الله لا يضرك. انا ما فيني شيء يا جماعه، صرت منيحه. اخ لو صرت رئيس بلدية كنت حأعمل هون جسر مشات، كنت رح أعمل كتير أشياء حلوة، كان عندي أحلام ومشاريع كبيرة، كله راح سدن، عصفور ياه. ليش هيك عم تقول يا ابن العم؟ أي نعم أنت خسرت الانتخابات، بس أنت ربحت بموضوع الحب والعشق. يعني صحيح أنت رح تكمل حياتك بصفتك قهوجي، بس رح تكون مبسوط ومرتاح على 24 إيراد. لا حول ولا قوة الا بالله. فجأة طلعت قدامي، والله ما انتبهت لها. أخ أبصر شو صاير معها. والله يا الله. الله يعافيك. أخ يا الله يا الله يا الله، شو عم بيصير لي؟ ابني ابني ابني. انت صاحب القمة، بس السلالم اللي طلعتها طلعت على اكتاف غيرك يا عدنان. نشوة القوة عمت على عيونك حتى صرت قاتل. حاولت انك تقتل ابن عمك اللي ربيت معه مثل الاخوة. نصيحة، انسى اللي براسك يا ابني. طيب وأنا شو كان ذنبي؟ أنا شو كان ذنبي؟ فتحت عيوني لقيتك أبي، وكرمان عائلتي. أنتوا كبرتوني. لك مو أنتوا اللي بقيتوا تقولولي إنك رح تكبر وتصير آغا، وهلا بدك يعني إنسى؟ شو تغير؟ هذا مو حقك، انت برا. بهالسهولة بدك انسى؟ بهالسهولة؟
انت شو عم تعمل هون؟ رح تصلنا بضاعة جديدة يا آغا، وكانوا رح ينطفوا المستودع، بس أنا سبقت الرجال. بهية ضحكت علي وضحكت عليك يا عدنان، الله يلعنها بسبب أهدافها السخيفة، عملتنا لعبة نحن اثنين. أنت ابني لفاطمة مو ابني، مانك ابني. لما أنا عرفت الحقيقة حسيت إنكم طعنتوني بظهري، ركضت لعندك، كنت حابب أحكي لك بس ما قدرت. بالنسبة إلي أنت أبي. عدنان، بعمري ما سألتهم شو اسمه أو وين عايش أبي الحقيقي، لأنه ما عندي غير أب واحد وهو أنت، ولهلأ ما عندي غيرك. خلينا ننسى اللي صار، الكل تعلم من هذا الدرس، نسكر الدفاتر القديمة ومنرجع مثل ما كنا من قبل. شو قلت؟ أنا عم أقول الحقيقة يا آغا، ما في حدا هون. إذا ما في حدا هون بعد عن طريقي، لك بعد هيك. شو هالحظ؟ ليش كنت جاي؟ شو دخلك؟ ما في حدا هون يا آغا، أنا لحالي. والله ما في حدا يا آغا، أنا لحالي وعم استنى العمار. مدام ما في حدا خليني اتفرج. عم قول الحقيقة يا آغا، ما في حدا هون. ليلى خانم، انت لوين رحتي؟ الست لورين وبهية خانم سألوني عني. ليك نرجعت. شبك؟ شو صاير معك؟ مانك منيحة؟ رح تلم الكل فوق راسي بأسئلتك. يلا انقلعي، انا منيحة. ما قلت لك يا آغا ما في حدا هون.